متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تستضيفوا فيه السي عبد الصادق مرشيد رئيس مقاطعة المعارف. المناسبة هي أن مقاطعة المعارف ستبدأ الموسم ديالها الثقافي إن شاء الله يوم السبت 26 مارس 2022، وكانت الفرصة هذه مناسبة لأن فاسبريس للحديث حول هذا الموسم الثقافي داخل هذه المقاطعة، وأيضا حول المؤاخذات اللي تتخاد على الرئيس حول أنه ما تفتحش الأبواب ديالو لبعض الجمعيات، وكذا حول البنية التحتية ولماذا يعني مقاطعة المعارف ما بقاش تحافظ على ذلك التوهج ديالها. من أجل مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى كما قلت سنستضيف السي عبد الصادق مرشيد رئيس مقاطعة المعارف. السي عبد الصادق مرحبا بك. السي مرشيد، مقاطعة المعارف تبدأ الموسم الثقافي ديالها إن شاء الله يوم السبت 26 مارس 2022، أشين الخطوط العارضة لهذا المهرجان الثقافي اللي غديروا مقاطعة المعارف؟ أولا نبغي نتوجه بالشكر الى جريده الوطن الان وموقع انفاس بريس على المتابعه ديالهم للشان المحلي، على المهنيه الحرفيه باش كيتناولوا القضايا بنوع من الحياد، رغم انه بعض المرات تنتقلقوا على بعض المواقف وعلى بعض الاخبار، ولكن اللي كيستقصوا الحقيقه، وهذا دور الصحفي كي كتبان الحقيقه. وكنشكرهم على هاد المجهودات اللي كيقوموا بها بالتعريف ما تقوم به الجماعات الترابية بصفة عامة. اليوم عندنا واحد الرهان أساسي هو انطلاقة ديال الفعل الثقافي أو دور ديال الجماعات المحلية والترابية الآن في تشجيع العمل الثقافي. كنظن أنه انطلق من جماعة المعارف سابقا في نهاية الثمانينات. اليوم عندنا واحد الرهان هو حمل ثقيل، كيفاش نعود ونرجعه هذاك التوهج الثقافي وتلك الأهمية التي كانت تعطى للمجال الثقافي في المجالس ديال الدار ديال المعارف، قطاع المعارف حاليا. إذا اليوم جلس المكتب وجعل من أولويات الأولويات هذا المجال الثقافي، وكيفاش يمكن نقاربه، كيفاش تكون المقاربة ديال الفعل الثقافي. كان ممكن نلجأ إلى سهولة لفاسيليتي، وهي استهلاك ديال واحد النوع من الثقافة أو من الفن بصفة عامة اللي كيبغيه الجمهور، وهنا غنكونوا كنقوموا بواحد العمل يمكن نسميه ديال تريتور، ديال ممول حفلات أو ديال متعهد حفلات، ولكن ماشي هذا هو الدور اللي كيطلبوا منا المجتمع. دورنا هو السمو بالذوق الثقافي، الرقي بالفعل الثقافي، وهذا دورنا وهذا صعب. لهدف اليوم استغلينا الفرصة ديال افتتاح مركب الزبزاف باش نحاولوا أننا نجعلوا من هاد النشاط يوم للتكريم، أوماج للتكريم المنتخبين والمسيرين تعاقبوا على تدبير وتسيير جماعة ومقاطعة المعارف. هذا أولا، لأنهم كان عندهم هذا الاهتمام بالفعل الثقافي وبالعمل الثقافي ومنه انطلقوا. تكريم ثانيا للأدباء والفنانين اللي طلعوا الخشبة ديال هذا المركب الزاخر جدا بواحد العدد كبير من المثقفين اللي مروا مننا، روجي قارودي، محمد عبد الجابري، عبد الله العروي، من السياسيين الكبار عبد الرحمن اليوسفي، من لي سوسيولوج قسوس، من الشعراء حديت ولا حرج، ادونيس، محمود درويش، المغاربه احمد الجماري، دريس الخوري القاص، يعني واحد، بل حتى بعض التيارات، لانه كان منفتح بعض التيارات اللي نسميها المرفوضه، قرضاوي مر هنا، لانه كان هذا دائما هذا الحرم الثقافي. هذا الاشعاع الثقافي اللي كان عند المعارف يعني تمييز سنوات الثمانينات بدايه التسعينات، ولكن اللي تلاحظوا مؤخرا يعني منذ بدايه الالفيه القرن الـ21 وقع واحد التراخي في هذا الاهتمام بالفعل الثقافي على مستوى مقاطعه المعارف. اشنو السبب؟ متفق معك، ما بغيتش ندخل في الاسباب، غادي نقول اسباب بصفه عامه بعيدا عن الاشخاص. هي طغيان واحد المقاربه تجاريه للثقافه، نخليها في هذا الباب.
مقاربة تجارية. اليوم أنا كنتكلم على اليوم وعلى الغد. اليوم عندنا أولا une prise de conscience بأنه هذا المجال الثقافي اليوم خصنا نرقاو به. سي لا بروميير. غير هو اليوم مقاطعة المعرف ما كينحاصرش في زبزاف. اليوم عندنا تصور، وبالأمس القريب في آخر دورة تم التصويت على 13 مليون ديال الدرهم لإعادة هيكلة مركب توريا السقاط، وهذا ربح للمقاطعة وللثقافة بصفة عامة في مدينة الدار البيضاء. ثم كذلك تم تخصيص واحد المبلغ مالي في المقاطعة لبناء دار الثقافة بشارعنا فابريل. إذا هذا على مستوى البنية التحتية، لكن الثقافة ليست فقط بنية تحتية الجدران، لا، الثقافة هي فكر، هي مضمون، وإحنا هذاك هو الأساس اللي ما خدامين عليه، ماشي إحنا اللي غنديروه، ماشي إحنا، ماشي دورنا نديروه، دورنا نشجعوه. فيما شفنا مبادرات من هذا القبيل اللي غترقب الذوق الجماعي سنكون معها، سواء كانت نتيجة من محترفين أو من جمعيات ديال المجتمع المدني الجادة. نحن مع هذا التصور عندنا تعاقد مع المسؤولين واللي حنا كنحضروا فيه مع المسؤولين على لا مركب توريا السقاط ولا الزفزاف، وهو واحد العدد سنوي من الأنشطة الثقافية اللي ضروري خصها تكون. ما يمكنش يكون مقبول نهار الجمعة والسبت والحد يكون مقفول ما يكون تناشط، ما يمكنش، غير مقبول في هذه المركبات. لهذا ولكن هذا تيخصو يكون بشكل احترافي بشكل منظم، وهو اللي احنا مقبلين عليه. بأمس قريب شنا المعهد الموسيقي في الزفزاف. نقول لك اليوم عندنا اكثر من 550 ديال المسجلين من الاطفال، عندنا في لائحه الانتظار اكثر من 100 ديال الناس اللي بغاو. هذا كي راه اليوم احنا عندنا احسن واكبر معهد موسيقي غير من حيث العدد ديال. علاش كان هذا الاقبال كبير؟ لان فعلا الانفراستركتور داكوي مزيانه، ولكن حتى لو كونتينو المضمون، الاساتذه ديال المسرح لا بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا الارتجالي، وان شاء الله احنا مقبلين على تطويره حتى يولي بالانجليزيه السنه القادمه. الانواع ديال الموسيقى من طرب اندلسي ومن سماع ومن الموسيقى الكلاسيكيه، عندنا حاولنا اننا نخلقوا واحد اون سيغتان ديفيرسيتي دو برودوي، تعدد المنتوجات او تعدد التخصصات اللي يمكن تجاوب على الاذواق ديال. كنعرفوا الدور الموسيقى والدور الفن في التربيه وفي تهذيب الناشئه. واخا نخليو الجانب الثقافي الان جانبا شويه ونهضروا على مقاطعه المعارف. مقاطعه المعارف كما هضرت على انها يعني ثقافيا رجعت الدور ديالها، حتى على مستوى التدبير المحلي. مقاطعه المعارف كانت في نظام الجامعات الحضريه، هي مقاطعه اللي بين قوسين مقاطعه غنيه الى جانب مقاطعه سيدي بلوت، ولكن اصبحت الان حسب بعض متتبعي الشان المحلي تيقولوا بان لا تختلف كثيرا عن مقاطعات موجوده في المحيط. يعني بالنسبه لكم تترأس الان مقاطعه المعارف، اشنو الخطوات اللي درتي باش ترجع ذاك الاشعاع لهذه المقاطعه هذه؟ نشكرك على هذا السؤال، نشكرك عليه، لان جينا اليوم افيك اون فيزيون، وهذا هو اللي خص يكون عندنا اون فيزيون. ماذا نريد؟ اولا تنطلق لا فيزيون كتنطلق من الدياغنوستيك، من قراءة ديال الماضي. المعارف كان واحد الوقت هو لو سونتر دو لا فيل، هو وسط مدينة الدار البيضاء. تخلقوا واحد المجموعة ديال لي مول و سي اف سي لا فينونس سيتي، واللي خلاو انه الزبائن تتنتقل، وملي كتنتقل الزبائن كتنتقل معها الحركة التجارية. اليوم عندنا واحد الرهان هو غوبوزيسيون المعارف، إعادة سونتر دو لا فيل إلى المعارف. سؤال بسيط جدا اللي طرحناه على نفسنا، قلنا ثقافيا وتجاريا وخدماتيا كيفاش يمكن لنا؟ دياغنوستيك بسيط، وهو قلنا هاد المعارف ها اللي خاصه، وخلقنا ليه واحد البرنامج سميناه لافوادو، مسار الماء. هاد مسار الماء اشنو هو؟ هو إعادة هيكلة البنية التحتية لمقاطعة المعارف بشكل اللي يخلي عملية الاستقبال تكون افضل. اذا السؤال بسيط، بغيت هذا الكليان يجي اش خصني ندير ليه؟
خصني ندير ليه تروطوار في المستوى، لهذا خصصنا ميزانيه ديال لافواري كلها 10 مليون ديال الدرهم خصصت للتروطوار. قلنا خص ان دي بو جاردان مال الحدائق. اليوم 4 ديال الحدائق جديده غادي نتشنوها قريبا في بورت كاليفورنيا 16000 متر، سكوير ديال الزقطوني 9000 متر، واحد المنعش خاص جرده ديال 3000 متر في بنو سينا، وحنا عاودنا هيكلنا ساحه بن بركه بشكل اللي راكم شفتيوه. ثالثا باش نجيبوا هذا الكليان هو تيخصنا نديروا ليه لومبيليسمون التزيين، لهدف حنا مقبلين على واحد مجموعه الصفقات للتزيين، لان خصنا نديروا يكون عندنا طموح. نو زافون شونزيليزي دو ماروك اللي هو الفيترين الصالون ديال الدار البيضاء راه المعارف، اليوم خصنا نديروا ليه واحد البنيه اللي تخلي الكليان تخلي الزبائن يجيو عندنا. الفيترين تاع الدار البيضاء هي المعارف، ولكن الفيترين ما خصهاش تبقى مركز على احياء دون احياء اخرى، وهذا الناس تاع المعارف تيقولوا بان كاين واحد الاهتمام ب يعني التويسان تاع المسيره الزرقطوني وهذا، ولكن مثلا حي كادر بغلف ما شنو النصيب ديالو من هذه الرؤيه هذه؟ ما كاين حتى اشكال. اول ما بدينا اول شارع لاعاده الهيكله ديالو هو شارعنا فافريل اللي هو قريب اكثر الحي المعارف الحي ضرب غلف كو الحي المعارف، وهو المدخل ديال 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 حي ضرب غلف. عندنا اليوم كنديروا نافوره من المستوى الراقي فين؟ في البوابه ضرب غلف. اليوم واحد ولكن داخل ضرب غلف داخل احنا غلف. احنا انا هاني جاي هاني جاي هاني جاي ملعب الناس ما عندوش فين يلعبوا الكره هاني جاي لي هاني جاي لي سنوات هذه سنوات وحنا كنسمعوا القاعة المغطاة والملعب ديال كرة القدم سنوات متعددة. اليوم تنوعدك وكنوعد الساكنة أنه ستنطلق بدات الأشغال الأولية، لأن وقعنا جميع الاتفاقيات أون سيني لي بلون دازو في لي كوميسيون التصاميم إي سون أوجوردوي. التقديم المالي ديال جميع الشركاء بما فيهم المدينه تم تمريره وستنطلق الاشغال. خصنا غير عندنا بعض المشاكل مع بعض القاطنين في دار الشباب، وحنا بغينا نلقاو لهم مقاربه اجتماعيه باش يمكن اننا نبداو الاشغال ديال اعاده بناء ملعب وقاعه مغطاه من المستوى الرفيع وملاعب ملعب ديال كره القدم وبعض المنشات الاجتماعيه الاخرى. وهذا ماشي كنقول سوف يبتدئ العمل، المهم الاجراءات المسطريه الاولى راه انطلقت. ثانيا عندنا تصور ماشي ماشي ياسين، عندنا تصور الحديقه اللي قدام المارشي الخضر راه درنا لها البلون، غادي نطلق العمل ديالها لانها هذيك غتكون مجال لي ثوازيام اج للناس لي روتريتي ديال ضرب غلف اللي لقاو ليهم مجال فين يجلسوا، وغنديروها ان شاء الله. راه التصميم موجود والصفقه ستمر قريبا ديال واحد المجموعه ديال الحدائق، لان غادي نعاودوا هيكله ديال الحدائق كلها ديال المعارف، ومنهم هذيك الحديقه اللي هي ديلابري اللي هي متهالكه ونديروها بشكل اللي ديال تروازيام اج. ثالثا وهذا هو المهم، اليوم كانت مدينه الدار البيضاء كتوجد لو باك دو كازا البلون داكسيون دو كازابلانكا. حنا اليوم في مفاوضات متقدمه باش نشوفوا المصير ديال جوطيه ضرب غلف مصير. ثانيا وهذا اساسي بالنسبه لضرب غلف، عندنا مشكل كبير بالنسبه لضرب غلف، ومشكل ديال الدور الايله للسقوط، لان كانت الجميع يتخوف من طرح هذا المشكل. احنا اليوم بعدا باش ما ننساوش كملنا المساله ديال اعاده الترصيف، كملنا البرنامج ديال الترصيف وانطلقنا حتى لقطع ولد عيشه، ولكن على المستوى القانوني عندنا اشكال ديال اليوم حنا مع العماله ديال عماله مقاطعه انفاف، وكنشكرهم في هذا المجال على التفهم ديالهم وعلى المصاحبه ديالهم باش يمكن نخرجوا من هذه الحاله لا قانون ديال ديال البناء. اليوم حنا بصدد اننا نديروا مسطره قانونيه موحده لمقاربه الموضوع ديال الاصلاحات بضرب غلف باش نخرجوها من العمل الغير قانوني ومن بعض الممارسات اللي كيستغلها بعض الوسطاء.
هضرتي على سوق درب غلف، هو من اكبر الاسواق على الصعيد الوطني ماشي على مدينه الدار البيضاء. منذ سنوات وحنا تنسمعوا على اعاده هيكله تاع السوق هذا، بل هناك ما تحدث عنه على ترحيل ديال هذا السوق. يعني فين وصل هذا الملف؟ هذا هو اللي قلت لك اولا، اليوم حنا في لو باك بلان داكسيون كومينال طرحته، والمسؤول على المستوى ديال المدينه اللي مسؤول، حنا خدامين باش نوجدوا تصور رياليزابل. اللي البلوز امبورطون في هذه المشاريع الكبرى هو انك ملي دير تصور ديرو قابل للتنفيذ، لانه ما يكفيش دير تصور مزيان، لان الجميع يقدر يدير تصور مزيان، جيب غير ان بيريود ديتود من الزنقه وغادي يدير ان بون بروجي، ولكن المهم في البروجي هو يكون قابل للتنفيذ. حنا اليوم كنبحثوا على اشنا هو لو بروجي ولا لو سيناريو القابل للتنفيذ، اللي يخلي فعلا ملي نتكلموا على اعاده الهيكله ماشي انا ديال الجطيه، عندنا ديك المسافه كلها المحيط كله اللي هو اليوم حنا مستعدينش نضحيو بالجطيه درب غلف، كنعتبر خاصها تبقى لان منطقه جذب اقتصادي وتجاري ورواج ديال مقاطعه المعارف، حنا مستعدينش نضحيو بها ابدا، ولكن تيخصنا تصور جديد لها. باش نقول لك ماشي غير درب غلف اللي ديلابري، اللي كيعاني على البنيه التحتيه. اليوم طلبت من الشرطه الاداريه ديال مدينه الدار البيضاء، دارت واحد الاحصاء لجميع الانفراستركتور ديال المعارف. اليوم عندي كتاب فيه شحال محفره، شحال طرطوار مهرس، شحال بولا طافيه، شحال عندنا بالضبط. غادي نعطيك انا احصائيه لان ما كنتش منتظرها. شكون هو الحي الاكثر؟ هو الحي الجديد ديال باشكو، هو الذي فيه اكبر عدد من 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 هذا. كانت انا مفاجاه بالنسبه لي، لان بالنسبه لي المتخيل كان ضرب غلف هو الذي يعاني على مستوى الانفراستركتور، فاذا بهم اللي كنجيو درنا ان ترافاي سيونتيفيك لقينا بان حي جديد هو حي باشكو. انا نعطيك الخطوره، اليوم حي باشكو باقي حي راقي، باقي عندنا سميت زناقي ما كاينينش، باقي عندنا نمره واحد ونمره جوج على مستوى العنوانه، على مستوى ميم لا سينياليزاسيون اليوم ما كاين لا انتردي، ولا كاين كل واحد تيدير ما بغى. حنا اليوم مقبلين في هذا الشهر رمضان المبارك ان شاء الله باش نفضيو هذه المساله، لان كاين بعض الاجراءات ما كتطلبش الفلوس، كتطلب اراده وفيزيون، وهذا هو اللي حنا خدامين عليه ان شاء الله. نجيو للمقاطعه، يعني البيت الداخلي ديال المقاطعه، بعض الجمعيات والجمعويين تياخذوا على السي مرشد انه ساد الباب عليهم، وبل فاتح الباب غير للجمعيات اللي هي مرضي عليها واللي هي وقع توافق ما بينها، اشنو رايك؟ بسم الله، شكرا. اولا انا ود الحركه جمعويه اولا، وكنفهم شنو هو المجتمع المدني، وانا ابن هذا العمل الجمعوي ديال مقاطعه المعارف. اسست جمعيه، اولى جمعيه جمعت خيره الاطر نقول لك 98 99، يعني ولد هذا المجال مزيان. شنو هو دور الجمعيات؟ نطرحوا السؤال، شنو هو دور الجمعيات؟ الجمعيه هي عمليه كتقوم بالتاطير وبعض العمل الميداني ومساعده الجمعيات اللي كتقوم بها. حنا فاتحين لها الباب، ما عاد تقولش ليا لو روبون روز اللي كتخدم على سرطان الثدي للنساء وكتقدم خدمات مجانيه، هذه ماشي جمعيه جاده وعندها صفه ديال اوتيليتي بوبليك. ما عاد تقولش ليا الجمعيه ديال الدكتور ابو زويد ابو عياد ديال لا تيبركولوز اللي عندها المنفعه العامه ماشي جمعيه جاده. ما عاد تقولش ليا الجمعيه ديال لي فرانشيز اللي يلاه لقيتي عندي هنايا السي مصطفى الفن، جمعيه ديال لي فرانشيز ديال جمعيه جاده. ما يجونيش جمعيات عندهم مطالب فئويه، باش نكون واضح. اوكي، الجمعيات اللي تتشغل تحت يعني مع التدبير المحلي، اللي عندها علاقه بالناس، عندها علاقه بالقرب، عندها حتى هي خاصها تكون عندها نصيب. عندها نصيب، ماشي باش تجي دير الكار. انا الكار ما غنعطيش للدراري الصغار ونغامر، عندي كيران متهالكين ونعطيه للجمعيه ديال المدرسه ديال باش يمشيو يسافروا به الدراري الصغار. الى وقعت الازمه شكون المسؤول؟ ما يمكنش ليا. ثانيا وهذا هو الاساسي، ما كندير العمل الجماعي حتى كنكون بعدا انا صايبت وضعيتي الخاصه. ما يمكنش نجي نتكلم على بغيت ندير عمل جماعي جمعوي بلوتو وانا باقي وضعيتي الخاصه. كنهضر على بعض الجمعيات اللي هما بعدا كنشوف انا الاسترزاق
كان رفض الاسترزاق، انت عاد الاسترزاق. الجمعية الجدة مرحبا بها، انا ما كنحكمش على الجميع، ما عنديش الحق نحكم على الجميع. بابي مفتوح الى جات جمعية جايبة برنامج جاد ومعقول بعيدا عن الابتزاز السياسي، الابتزاز التجاري، ولكن الزمن الابتزاز التجاري. خلينا نكمل هذه، انا الباب مفتوح للجمعيات الجاده والناس الجادين. الزميل ديالك في الحزب محمد حدادي في الدار البيضاء يعني دار واحد اللقاء تشاوري مع الجمعيات وما كانش عنده يعني مع جميع الجمعيات، علاش انت ما تمشيش في نفس الاتجاه؟ انا جيت لان ماشي بالضروره ان الجمعيات تخدم مع الجماعه. بعدا عندي اللي هو لقيت اشكال على مستوى مقاطعه المعارف، اشكال البنيه التحتيه، اشكال ديال، وعادي يجي الترتيب ديال وندير لقاء مع الجمعيات، ما عنديش مشكل كيف ما بيكون لونها، مستعد، ما عندي حتى مشكل. ولكن اليوم بدينا عمل، هذه يلا 6 شهور، يلا 6 شهور يلا بدينا ندير بعدا ديغنوستيك المعارف، نشوف القضايا المستعجله. تكلمتي لي على ضرب غلف البنيه التحتيه، تكلمتي لي، تكلمت لك على غوبوزيسيوني المعارف اون طون كو سيتي دو كوميرس دو سيرفيس، على المجال الثقافي. انا راه كاين اللي جا عنده موقف مسبق قبل ما راه واخا نستقبلوه ما نستقبلوش، ولكن انا ما عنديش المواقف المسبقه. اللي جاب مشروع جاد مستعد نتعامل معاه في حدود امكانيات المقاطعه وفي حدود الاحترام المتبادل. الاحترام المتبادل كنأكد عليها، خارج الاحترام المتبادل لن نخضع للابتزاز، لن نخضع للابتزاز. سي مرشد شكرا جزيلا على قبول الدعوة. شكرا متتبعي قناة الفاسبريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.